نحن والاقتصاد من صوت لبنان. اجا العيد والناس كلها بتحب تعيد، البعض عايش ببحبوحة والبعض اللي منعته من رهجة العيد، لكن كلنا عنا أمل ببكرة وكلنا عنا تمنيات وأهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. بترك البداية لزميلي كارول كرم. للعيد ألوان عديدة من المفروض تكون زاهية وجميلة، وبيجمع شعور واحد هو شعور الفرح والسعادة. بياخد العيد بلبنان طابع خاص بيبدأ مع الاستعداد له بالتسوق للملابس، أشهى المأكولات والهدايا. خلال هالشهر كل شخص منا عنده أمنيات وأحلام بده يحققها، معظمها بتحتاج لإمكانات مادية أوقات أكثر من المدخول والميزانية، ومع وفرة العروضات والإغراءات بتحتار الناس كيف بدها تلبي رغباتها. المجتمع اللبناني تغير مع السنين، ومع الأزمات الاقتصادية المتتالية يلي زعزعت أحوال العائلات مادياً، ومع غياب سياسة اقتصادية واضحة للدولة ومطالبتها من قبل كل المواطنين بأبسط الحقوق من كهرباء، مي وطرقات وحد أدنى للأجور لتعيش الناس بكرامة. كل واحد منا بيتمنى لبنان بيحتاج لأكثر من تمنيات، بيحتاج لأعجوبة. أما نحن والاقتصاد فمنتمنى لكم عيد سعيد وصحة دايمة. شو قصة جورج منسمعها سوا؟ أمنيات جورج مختلفة، العيد كأنه مش عيد. صراحة مثله مثل غيره، ما منحس إنه في عيد، تنشال زينة وبتنحط، بس النفسية تعبانة. بتمنى على صعيد الشخصي شوف ولادي يلي ركض طول عمري قدامهم مبسوطين مرتاحين مأمنين حالهم، يقدروا يشتروا بيت ويتزوجوا ويضلوا بهالوطن وما يفكروا بالهجرة. على صعيد البلد، أولا رئيس جمهورية يصير في ازدهار، بدنا ضمان شيخوخة. أنا زلمي كبير عمري 75 سنة، طبابة كل هذا ما في منه. بدنا أمن، تأمين فرص عمل حتى أولادنا وشبابنا ما يسافروا ويهاجروا، وكمان بكل المناطق تكون الجامعات. نحن بآخر الجرد نزلنا أولادنا على الجامعة، هم بعنا اللي فوقنا وتحتنا تجينا وجبت أولادي على الجامعة على بيروت. بتمنى أنه كل منطقة يكون فيها جامعة. الناس اللي منا معايدة كتير بلبنان، فقر، تعتير، شو بدي أقول، الله يفرج عليهم. وإن شاء الله الناس اللي معايدة تتذكر الفقير وتفتح عينها شوي عليه. شو أمنياتكم الاقتصادية بهيدا العيد؟ منسمع سوا. بصراحة بحب هيك البحبوحة تعم لبنان وكل العيال، تصير العيال كلها ميسورة على القليل الحد الأدنى، إذا حدا حابب يجيب كادو لأولاده يقدر يحصل عليها، العالم والولاد يكونوا كلهم مبسوطين، تتساوى العالم على القليل مع بعضها، مش ناس تعيد تنبسط وتصرف وناس ما تقدر تضل قاعدة ببيوتها وحسرة بعينها منا قادر تجيب مثلا كادو صغير لابنه أما تفرح له قلبه. أتمنى بهيدا العيد إنه شوي علوا الرواتب، لأنه كتير في غلا بلبنان، يعني صراحة معاشنا ما بيقدينا، إنه أنا بنت عزبة وبوصل نص الشهر وما بيقدينا، كيف المجوزين؟ الله يساعد العالم. بتمنى تحسن الأوضاع ويصير الناس تقدر تشتري كل شيء بدها إياه، يعني ويكون في سلام أهم شيء، ويكون عنا رئيس جمهورية. أكيد اقتصاديا بتمنى أن العالم تكون مرتاحة أكثر ماديا، قادرة تكون عم تشتري كل شيء بدها إياه، قادرة تكون على القليلة عم تعيد بأقل شيء ممكن من القصص اللي هي بحاجة لها ليعيدوا بسلام وينبسطوا ليلة العيد. كمان كل حدا ما عنده شغل أو شيء يقدر يكون عم بأمن شغل. هالعيد ما نحس فيه أبدا صراحة، وبتمنى كتير قصص لأنه الوضع بلبنان كتير لورا، وحتى أنا كمدياتي عم تتراجع لورا. صار معي شغلة يعني اليوم، كيف ساقبت اليوم انكسر تليفوني، ماشي هو حقه $200 يعني التليفون، مش عم بقدر اشتري لأنه كنت حاطط بجي أنه جيب كادويات فيهم،
بس للاسف هذوليك الاشخاص مش حيطلعلهم كادرات من ورا لانه بحاجه لتليفون، حيروح منا $100 حيبقى $100 تاني، يعني حتصغر الكادو. بس انا بتمنى انه يتحسن الوضع بلبنان تنقدر يصير عندنا معاشات مقبوله اكثر، وبدنا نقبض الحد الادنى لو بعدنا تلاميذ. بتمنى كمان انه اللي عم بيشتغلوا واللي عم بيقبضوا مصاري اللي هن اصحاب الراس مال والشركات يتحننوا علينا شوي ويعطونا قرشين زياده. بتمنى انه نصير بلد مكتفي ذاتيا اقتصاديا صراحه، نفتخر نصير باقتصادنا، يصير عنا بنى تحتية عن جد يجي سواح لعنا، لأنه إذا اليوم نحن عم نسافر لبرا ومنشوف البلدان كيف تطور الاقتصاد عنا، منحز نعرف حالنا قد نحن ماشي بالنسبة لغيرنا، ونحن بلد نستاهل أنه نكون أحلى بلد. بتمنى أنه يرجع الوضع يصير منيح وتوقف الحرب عنا بالمنطقة، وترجع الناس عن جد تقدر ترجع شغلها، ويصير يرجع يقدروا عن جد يشتغلوا، يرجع يفتح السوق ما يكون مسكر، وأهم شيء أكيد يصير فيه يعني يفتح لبنان على العالم لبرا، ليصير فيه هيك تبادل تجارة مثل قبل يعني. وكمان القطاع الهوسبيتاليتي أنه ترجع تمشي، لأنه هو لبنان ماشي على الهوسبيتاليتي، يعني أكثر شيء الأوتيلات وكذا هلا واقفة، سو متمنى يصير في سيكوريتي بالبلد ليقدر يرجع يفتحوا كل الأوتيلات. نحن من دولتنا تنزل الأسعار إن كان بالتياب وإن كان بالمواد الغذائية للعالم تقدر تشتري، لأنه المعيشات قليلة، ومش إنه يزيدوا لنا معيشنا ويزيدوا الأسعار، بالعكس بهمنا الأسعار ترخص لنقدر نعيش ونكفي حياتنا. بتمنى بهالعيد إنه يصير في سياحة ويرجعوا المغتربين من برا وسواح العرب، يصير في ازدهار، يزدهر الاقتصاد بلبنان، هذا كل شيء بتمنى. يتحسن وضع البلد وإن شاء الله يكون هالسنة خير علينا. بتمنى هذه السنة اقتصاديا أنه يتحرك شوية هالسوق، لأنه شكله مثل ما مبين هلأ أنه كتير ميت. بتمنى أنه العالم تقدر يعني الأشغال كلها متكلة صراحة هي على العيد، وإذا بقى هيك الوضع كتير حتكون صعبة على التجار. بتمنى أنه شوية تتحرك هالعجلة الاقتصادية، تشتغل شوية المطاعم، تشتغل شوية هالأوتيلات، تشتغل يمكن شوية المحلات اللي بتبيع أغراض للعالم يعني. بركة شوي العالم بتحس شوي بالعيد، وشوي بصير عنا فيها تظهر تعمل شيء تنبسط، لأنه هلا مثل ما هلا الحالة العالم كلها قاعدة ببيوتها وما في شيء أبدا بالمعنى. برحب عبر هوا صوت لبنان 100.3 و 100.5 FM وين ما كان بالعالم انتو بتتابعونا على vdl.me. بالست ساندرا خلاط عبد النور مؤسسة جمعية بسمة، اهلا وسهلا فيك ساندرا ببرنامج نحن والاقتصاد. لابد انه نختم السنة ونعيد نحن وياك، لابد انه نفكر بكل شخص محتاج بلبنان وكل اسرة عم تمرق بظروف مادية صعبة، لانه نحن بنعرف انه الماديات ممكن تغير له حياته للإنسان، ممكن تحسن له إياها، وممكن كمان تدمره وتدمر له معنوياته وتحوله أنه يكون شخص ما لازم يكون هيك، يعني تحوله على الإجرام أو تحوله أنه يخسر حياته. أنت شو بدك تقولي لنا أيمي لسنة 2015 اللي كانت صعبة على كتير من الشركات، وبالتالي كمان كانت صعبة من ناحية المساعدات، كيف أنت قدرتوا تعاملتوا معه، وشو بدك تتمني اليوم قبل نهار واحد من ولادة يسوع المسيح؟ بعملها صراحة هالسنة كانت مثل ما قلت صعبة، بس نحن عنا تمني كتير كبير للمستقبل، لأنه ما فينا نكفي هيك بهالطريقة. العيال عم بتعاني وعم بتكون عندها مشاكل نفسية، ومثل ما قلت كل ما العيال بتتفكك كل ما المجتمع بيتفكك ومنروح على إجرام ومخدرات ودعارة وكل هالمشاكل. مشان هيك نحن نتمنى أنه كل العيال تقدر تضلها واقفة على إجريها بهالعيد يعني، وإن شاء الله بالأسف 2016 نشوف فتحة أمل، يعني هي على صعيد الاجتماعي والاقتصادي يكون في تحسن ملحوظ، نشوف يعني بنتمنى يعني كله تمني، ونحلم إنه بلدنا يقدر يكون فيه مثلا شي نهار خدمات التعليم والطبابة يكونوا مجانية للجميع، ليكون الوضع يعني منصف للجميع، ليكون لبنان فعلا أنه قادر الواحد يعيش بكرامته حتى لو ما كان معه مصاري مثله مثل غيره، أو ما كان عنده هالوظيفة المهمة مثله مثل غيره. احنا نعرف أنه 30% من الشعب اللبناني هلأ عايش تحت خط الفقر، يعني هيدا عدد كبير، ونعرف أنه الحد الأدنى بلبنان $450 بالشهر، هو ما بيكفي تيغطي يعني أجار البيت بقى. يعني بنتمنى أنه ما بعرف يعني هي
كلهم مربوط ببعضه، يعني بالأخير اللي عم بيأجروا بيتهم كمان عايزين مصاري، واللي عم بيستأجر ما معه يدفع، يعني كله نحن كلنا على سفينة واحدة، وهيدي السفينة هلأ يحيى بأمواج كتير كبيرة وخطرة. ومنتمنى لل 2016 بولادة يسوع المسيح يجيب فسحة أمل لكل هاللبنانيين اللي عم بيعانوا من هالوضع الاجتماعي اللي نحن فيه. ساندرا، إذا بدنا نعطي سريعا للناس كجمعية بسمة، أنتو السنة ساعدتوا كم عيلة؟ شو أمنتوا للناس؟ هيك سريعا إذا بدك تذكري لنا، نذكر الأشياء الحلوة، يعني وين عطيتوا أمل للعيال، وين عطيتوا أمل لكل شخص حس أنه الدنيا سكرت بوجهه، إنما الإيمان كان عبر الجمعية كبير. صح، نحن لأنه كل سنة منساعد فوق 200 عائلة، يعني غير المطاعم البسمة اللي بتوزع وجبات ساخنة لكل المسنين، وغير الخدمات اللي بنأمنها لحتى تلاميذ بحاجة لدروس خصوصية. نحن بمجرد ما نشيل عن العيال أجار البيت، قسطات المدرسة، طباب الاستشفاء، بنكون عم نشيل هم كتير كبير عنهم. بمجرد ما يشوفوا الحصص الغذائية عم توصل لعندهم على البيت كل شهر، هذا اللي عم بيعطيهم أمل يقدروا يضل عندهم هالقوة، يوقفوا عجيهم ويقدروا يعطوا هن بالمقابل، يقدروا يشتغلوا. نحن نلاقي لهم وظائف، نعمل لهم تدريبات مهنية، يعني هذا السبار اللي عم نعطيهم، هالدعم اللي متكامل اللي عم نكون عم نأمنه وعلى فترة طويلة، يعني عم نحكي عن سنين، هذا اللي عم بيخليهم يكون عندهم أمل وترجع البسمة على وجوههم ويقدروا يتحمسوا أنه يواجهوا المستقبل بأمل وإيمان. كمان نحن نتأمن أنه لبنان يوصل لبلد الأحلام يعني تبعنا، ويكون شي نهار كمان في ضمان شيخوخة، تعرف أنه المسنين بيكبروا ما في حدا يأمن لهم حقهم، بيكونوا استغلوا وكدحوا كل حياتهم وبيوصلوا لمحل ما في، يعني أقل شيء واحد يموت بكرامة ويرتاح بشيخوخته كمان. فنتمنى كتير كل هالأشياء اليوم بدنا نتمنى ولنبرش نفكر كيف بدنا نحقق سنة بعد سنة، بس إنما هيدا ظلم أن نكون بسنة 2015 وعلى بواب 2016 نكون بعدنا عم ننادي بأبسط حقوق الناس يلي عم بتقدم لبلدها كتير. بدي أرجع ختاما ساندرا أنا وياك أذكر أنه ناس طلبت المشاركة، طلبت أنه أصحاب رأس المال تشاركهم بنجاحاتها وتعطي الفقير حواليهم. أنت هلأ بتتوجه للمجتمع الخاص، بتتوجهي للشركات يلي كل سنة لازم يكون عندها مشاريع اجتماعية وتطلع بغيرها، بدك تحكيهم أنت وتخبريهم أنه لازم تكون في بسمة على وجه كل شخص بلبنان. تفضلي ختاما نحن وياك. مثل ما كنت عم بقول إن نحن على سفينة واحدة، وبالأخير دايما نحن لازم نساعد بعض كلبنانيين. بغياب الدولة وبغياب الطبقة الوسطى اللي اختفت تقريبا، ما بقى عنا إلا هالشركات الكبيرة اللي هي أمل للعائلات الفقيرة، ومن خلال بروجرام CSR بيكونوا كمان مستفيدين، يعني بيكونوا عم بيعملوا خير بذات الوقت، هن بيكونوا عم بيستفيدوا من دعاية بتكون حلوة لألون. سو بشجعهم بال 2016 كلهم يكونوا involved، يكونوا كلهم مش بس على طريق يعني المصاري، يعطوا مصاري أو بس، فيهم يعطوا كمان مساعدات نوعية من مواد غذائية، من ملابس وغيرها، أو كمان يبعثوا كل التيم تبعهم، كل فريق العمل يكون عم بيتطوع على الأرض ليعملوا مشاريع development مع الجمعيات الأهلية. في كتير جمعيات بلبنان، كل واحد بينقي الجمعية اللي بيحب بحس أنه عم بيعطي فيها أكثر شيء. سو كل العالم فيها تشتغل بحيالة طريقة، وبالأخص الشركات الكبيرة اللي هي مع الإمكانيات تقدر تساعد المجتمع اللي نحن فيه. برحب عن جديد بالسيدة ساندرا خلاط عبد النور. ساندرا، بدي أتمنى لك المزيد من الدفع، بدي أتمنى أنك تقومي كل يوم بحياتك عم تفكري تساعدي شخص فقد الأمل بالحياة، اللي عم تعمليه منه قليل، وإن شاء الله الرب دايما يعطيك القوة وعبر ولادة يسوع المسيح يتجدد هيدا حب العطاء عندك بكرة ب 24 شهر. مرسي باميلا، مرسي لكم على كل شيء عم تدعمونا كل الوقت عن جد، وجاي نوال للكل. إلى اللقاء.